فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل السيئة تضاعف في ليلة القدر كما تضاعف الحسنة؟ السيئة لا تضاعف يا أخي، لكن تغلظ في الأوقات الفاضلة والأمكنة الفاضلة، تغلظ بالكمية لا بالعدد. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، سيئة مثلها، لكن تغلظ بحرمة الزمان وحرمة المكان الذي وقعت فيه.